هاي يمكن اليوم تستغربوا ليش أنا حاطط شوارب، لأنه كل سنة بشهر نوفمبر في مناسبة موفمبر. موفمبر هو مناسبة لمكافحة سرطان البروستات عند الرجال، وهذه المناسبة عالمية. مين قال إنه الشوارب ما إلا منافع؟ من منافع الشوارب وخاصة إذا كانوا طوال من قدام، هو إنه إذا عندك تسوس بسنانك بالصف الإدماني يلي بيقولوله الكالندر ما بيبينه. ليش؟ لأنه شواربك مغطين على سنانك، حتى قد ما ضحكت ما بيبينه التسوس بسنانك. في كمان إذا كنت عم تتعشى أنت وصحبتك، إذا عم تاكلوا تبولة أو هي عم تاكلوا بزورات أو عم تاكل خسة وعلقة الخسة أو شقفة البقدونس أو حبة البزورات بسنينة، ما في زوم تعيط للماتر تقول له بليز بدي كردون، لأنه شواربك بيقوموا بالواجب. فيك تضرب عصفورين بحجر، أنت تنظف لسنينة بشواربك، تشيل البقدونسة أو الخسة أو حبة الفستق وتبوسها بنفس الوقت. في كمان تستغلين الفرصة إذا كنت عم تنظف بيتك وكله غبرة وما عم تقدر توصل على الزوايا الضيقة، فيك تستعمل شواربك وتنظفهم فيه. من فوائد الشوارب الطوال هو إذا عندك ولد صغير وبدك تقرقره، فيك تلقط ابنك أو الولد الصغير وتقرقره على معدته بشواربك، جيري 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 جيري. فيك كمان إذا واحد ما عم بيصدقك فكرك عم تكذب عليه، لو قد ما حلفت له بالله وبأمك وببيك ومفرق ضيعتك وما صدق، حلف له بشواربك. من أهم منافع الشوارب الطوال هو إذا كنت ببيكنيك أو بالحقلة أو بشي محل بالضيعة أو بالسهل، فيك مثلا تفلت الهواء اللي عم يفوت على جسمك، أي أنه في إجمالا شعر بقلب المناخير هو اللي بفلت الهواء. كيف هلأ إذا عندك شوارب وشعر يعني عم تستعمل دوبل فلتر، وبنفس الوقت فيك تكون عامل وقاية لتمك لحتى ما تفوت أي دبانة أو زرقة على تمك أنت عم تضحك. ومن أهم منافع أنه يكون عندك شوارب خام وطوال هو أنه بأي لحظة ممكن تصير بطل أفلام أو مسلسلات تركية مثل حريم السلطان أو الأبضاي. مين قال أنه شوارب خام ما له منافع؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.